يوما بعد يوم تؤكد الهيئة العامة للشباب والرياضة حرصها على دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة إلى تنمية وصقل الشباب الكويتي في عدد من المجالات المهمة لا سيما الرياضة. حفل ختام النشاط الرياضي لمراكز الشباب للموسم الحالي الذي أقيم في مركز شباب القصور بهدف استقطاب الشباب الذين لا يتمكنون من الالتحاق بالأندية الرياضية. النشاط لله الحمد يعني شهد خلال الموسم كامل فعاليات كثيرة في النشاط الرياضي، منها نشاط كرة القدم، السباحة، والألعاب مثل الكرة الطائرة والسلة واليد. احنا خاتمين الآن وإن شاء الله على موعد في منتصف شهر يونيو إن شاء الله راح ينطلق النشاط من جديد، خصوصا مع بداية العطلة الصيفية. نتمنى الحقيقة عبر يعني التلفزيون ان احنا نوجه الدعوة لكل الأسر والأهالي بإشراك أبنائهم في مراكز الشباب خلال الفترة الصيفية للاستمتاع بما تقدمه من خدمات. ومع قدوم موعد الإجازات والعطلة الصيفية وعادة إدارة المراكز الشبابية ببرنامج متميز للشباب يشمل إقامة العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية بالمجان. مثل ما أنتم عارفين اليوم الهيئة العامة للشباب والرياضة وتحديدا قطاع الشباب مهتم الحقيقة في العديد من البرامج والأنشطة. يمكن أمس اختتمنا الأنشطة الثقافية والاجتماعية واللي احتوت الحقيقة على العديد من الأنشطة اللي همت يعني أو اهتمت في الذكور والإناث. اليوم احنا في ختام النشاط الرياضي، يمكن الهيئة العامة للشباب والرياضة تتميز في هذا النشاط. عيالنا وشبابنا اللي ما يمارسون الرياضة بطريقة خلينا نقول تنافسية من خلال الأندية ولا يحصلون فرصة لدخول الأندية الرياضية، اليوم مرحب فيهم في مراكز الشباب الحقيقة عاملين لهم بطولات لجميع الألعاب منها كرة القدم، السلة، الطائر، اليد، وإحنا الآن متواجدين في الحمام السباحة. تضمن الحفل أيضا تكريم الفرق الفائزة في مسابقات دور المراكز الشبابية، حيث أسفرت المباراة النهائية لدور مراكز الشباب في مسابقة كرة القدم عن فوز فريق مركز الشباب القادسية على فريق مركز الفيحاء بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد.